بس هلا قصة طبعا كبيرة حدودة ايه حدودة هتعرف تقراها؟ قوي؟ يا لهوي تعد نحدك؟ طب يلا اتفضل بعد 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 انا زعلت مين زعل؟ انا ليه؟ ما كيف تعدي حده هيك؟ انت عملت لها لحن ما بلحن بس عادي حد جاي لعندك بعد شوي ماشي بتقرا اول سطر هي حتقرا بتقرا هيدي يعني فاهم هي حتقرا اتفضحنا هي الاول مين هي؟ هي قالت يعطيك العافيه ولا ما فيش كلام ايه بلا معك حق طيب ما انا بدي بس السيرفريز انه سايليس ما بتقرا عربي سيرفرونات طيب حاولي يعني فك رموز كتبت لك اياهم بالانجلي get ready for this يلا يعطيك العافيه كاريكا الله شو هالمزرعه الحلوه الله بقول مزرعه انا اسم سايكل يعني والله فيها كل حاجه يعني فيها حصان وفيها خروف وفيها قرود سعدين سعدين من عشان المصريين المصريين يفهموها بس قلت قرود انت نيالك لازم تكون مبسوط صراحة يعني كل دول مش بسطني لأنه ما فيش إخص لأنه من وقت قصير جري مني غزال وضيعته ولسه مش لا إذا بعد لهلأ ما عرفت فينا نقولها منتحر فينا نقولها طبعا كان عندي غزال أنا مين عم حزن أموت أنا وعيد صح أنت شو هي كان عندي غزال علي من أهوى صح كان عندي غزال بدك عليك بس وحده قد بعد صرنا ما هيك كثير بعد عرفت من بعد ما الغزال فل وحدا لحقه ليجيبه يعني عرفت من بعد العلامه يعني انا كثير منيحه اعطيتها اياها بس عرفتها بالاخر وبعد كلمتين بشيلها